هذه الأرقام تعكس أزمة يعيشها القطاع المصرفي اللبناني. نحاول في خلال برامج الأسواق العربية أن نستطلع آراء حول الحلول المحتملة للمزيد. ينضم إلي مباشرة من بيروت الآن معالي الوزير عادل أفيوني، وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاستثمار. أهلا وسهلا بك معنا وشكرا على هذه المشاركة. بدي أشير إلى أنه بالطبع قبل توليك الوزارة حضرتك كنت مصرفي لفترة طويلة جدا، وبالتالي اليوم أكثر أسئلتنا رح تكون أكثر تقنية لك بمجال من مجال خبرتك بالقطاع المصرفي. لفت نظري أنك وضعت سلسلة من التغريدات في الفترات الماضية عم تتحدث فيها عن بعض الحلول اللي برأيك يجب أن يتم أن تتم أن توضع بمكانها في لبنان. أعطينا وجهة نظرك هيك وجهة شاملة، كيف يمكن أن نخرج من هذه الأزمة بالقطاع المصرفي اللبناني برأيك؟ أهلين ست نادين، أول شيء بتشكرك على الاستضافة. يا هلا. طبعا معك حق اللي عم تقوليه أنه اليوم القطاع المصرفي اللبناني يمر بأزمة صعبة، ويجب أن نواجه هذه الأزمة وأن نعترف بدقتها. بالماضي كانت الأزمة اللبنانية بأغلبها اقتصادية ومالية بمالية الدولة، ولكن بالأشهر الأخيرة مثل ما ذكرتي صار في عدة ضربات قاسية تعرض لها القطاع المصرفي، وهيدا بيلزم علينا أن نواجه الحقائق الجديدة والوضع الجديد، لأنه القطاع المصرفي يلعب دور حيوي بأي وضع خاصة في لبنان. يعني لا نمو اقتصادي ولا إنقاذ اقتصادي بدون قطاع مصرفي سليم، إذا يجب أن نعالج هذا الأمر. وكمان القطاع المصرفي ما ننسى هو بيمثل تقريبا 170 مليار دولار من الودايع التي ودايع اللبنانيين، والتي ضروري أن نعالج القطاع لحماية هذه الودائع ومصالح اللبنانيين. إذن في يجب أن ندق ناقوس الخطر أنه لم تعد الأزمة أزمة مالية الدولة فحسب، ولكن اليوم هي أزمة مصرفية كذلك يجب أن نعالجها. هلأ أنا اللي عم أقوله طبعا أنه أول شيء في مبادئ رئيسية، يعني الخطة يجب أن تكون شاملة، ما بقى فينا نعالج الأمور بالقطعة، يجب أن تكون شاملة، ويجب أن يعني نحسب كلفة هذه الخطة من ناحية مالية الدولة ومن ناحية القطاع المصرفي لندرس كيفية توزيع هذه الكلفة مع حماية ضرورية للمودعين الصغار وللمواطنين. هذا المبدأ الرئيسي، وطبعا هالكلفة ستستوجب علينا أن نحصل على دعم خارجي. يعني الكلفة إذا من قدرها لا يمكن أن نغطيها داخليا فحسب، إذا يجب أن نحصل على دعم خارجي، وهذا لازم يكون كمان ناخده بعين الاعتبار، ويجب أن تكون الخطة علمية وبالأرقام. إذا هذه المبادئ الرئيسية، حماية وإنقاذ القطاع المصرفي لأنه ضروري للنمو الاقتصادي، وخطة شاملة تستوجب علينا بالأرقام أن نحدد الخسائر وأن نحدد قديش نحن نحتاج لدعم لتغطية هذه الخسائر، وكيف نوزعها بطريقة تحمي صغار المودعين والمواطنين. طيب. اللي عم يتعذبوا واللي عم بيعانوا كتير بهالوضع. اللي عرضته بتغريدات ياريت تعطينا اللي عرضته بالتغريدة وليش برأيك هو الحل. نعم، هلا اللي عرضته هي رؤوس اقلام، ولكن لازم نتجنب من بسط الامور، ومثل ما قلت يجب ان تكون المعالجه علميه وبالارقام، والموضوع شائك. ولكن رؤوس الاقلام هي التاليه: اول شيء المبدا الرئيسي انه القطاع المصرفي انضرب باخر كم شهر، انضرب بشغلتين. اول شيء القطاع المصرفي عنده اكسبوجر، يعني عنده محفظته سندات سيادية بالدولة اللبنانية تقريبا حوالي 14 مليار دولار، وعنده طبعا اكسبوجر للبنك المركزي. اذا هيدي المحفظة تعرضت لخسائر بالاسواق، يعني باخر 6 اشهر بالاسواق العالمية انخفض قيمة السندات اللبنانية بشكل فعلا عنيف، واليوم عم تتداول ب 40-45. هيدي خسائر موجودة اليوم لم يعترف بها القطاع المصرفي، ولكن لا يمكن أن ننكرها ويجب أن نواجهها. تاني ضربة قوية تعرض فيها القطاع المصرفي بآخر 6 أشهر هي أزمة السيولة، ومثل ما ذكرت يعني الهجمة من المودعين اللي فقدوا الثقة وصار في نوع من الهلع، إذن هجموا لسحب ودائعهم، وما في قطاع مصرفي بالعالم ممكن يتعرض لهيك هجمة ويقدر يحافظ
يحافظ على استقراره. هيدي الضربتين يجب أن نعالجهم. شو المبادئ اللي أنا عم بطرحها؟ أول شيء استعادة المصداقية. يعني اليوم اللي عم نشوفه بالمصارف اللبنانية من فوضى وأحيانا استنسابية وعشوائية بسحب الودايع والتعذيب أو ذل المواطن، هذا مش مقبول، لا يجوز، ومش مقبول لا للمواطن اللبناني ولا للقطاع المصرفي اللي كان عادل معلش وقتنا ضيق، ولا موظفين المصارف اللي عم بيعانوا. يا ريت تعطيني النقط بشكل سريع. كيف نعم. يعني إذا بدنا نقول إنه ما بدنا نبهدل الناس بقى النقطة هون استعادة المصداقية. نعم استعادة المصداقية ضروري أن يكون هناك كوننا وأن يكون هناك تنظيم عادل وشفاف لسحب الودائع حتى المواطن يعرف حاله أنه هو يعمل بطريقة متساوية. ثاني نقطة هي الثقة بميزانية المصارف. يعني يجب معالجة ميزانية المصارف، يجب أن يكون هناك مسح للأصول، يعني asset quality review، نشوف شو في بهالأصول، أي خسائر يجب أن تعترف بها المصارف اليوم، وأي أصول هي جيدة وممكن أن تستمر. هيدا ضروري كتير، وطبعا هيدا بده شغل. ثالث نقطة بعد ما بنعمل هالشي، أنا بقترح وهيدا العمل بعدة أماكن أخرى، أن يتم فصل، وما دار يكون فصل رسمي، ولكن يجب أن يتم فصل ما يسمى البنك الجيد، يعني البنك حيث الأصول الجيدة اللي بعدها بوضع مقبول، والبنك ما يسمى الباد بانك، يعني البنك السيء حيث الأصول المتعثرة أو التي مشكوك أو اللي فيها خسائر، لأنه هيدا بيأمن انتظام عمل المصرف، بيصير المصرف بيستمر بعمله كممول الاقتصاد والتجاري في البنك الجيد، بينما تتم معالجة الأصول السيئة على مدى وقت، ويمكن نسترجع الخسائر أو يمكن نحد منها. معالي الوزير، عندي الكثير من الأسئلة. هلأ يعني رابع نقطة. نعم تفضل رابع نقطة. نعم. بشكل سريع بس بدي بس خلص رابع نقطة. الهدف من هيدا أنه أن يعود تعود المصارف للعب دورة بتمويل الاقتصاد، هذا شيء كتير مهم، وبحماية المودع الصغير وحماية مصالحه، لأنه في هلأ مش موجود. كل هيدا إلى كلفة، هالكلفة تتطلب إعادة رسملة للمصارف، وهالإعادة الرسملة يجب أن تتم كمان بطريقة تراتبية. ما ممكن نروح نهدد بهيركت على المودع، بينما الكلفة يجب أول شيء أن يتم تحملها من المساهمين طبعا الحاليين، هيدا طبيعي، في يعني تراتبية في سيكونسينج بهالموضوع. لما منحدد الكلفة والحاجات الرسملة، أول المسؤول هو المساهم الحالي، تاني مسؤول ممكن أن نحصل على دعم خارجي لتغطية الرسملة التي نحتاج إليها، وبآخر المطاف يجب أن ننظر إلى كبار المودعين وإذا في حاجة للجوء إليهم لإعادة الرسملة، ولكن أن نعم. نهدد صغار المودعين أو نتعرض لهم فهذا مش مقبول. طيب هذه المبادئ الأساسية اللي عم بطرحها. معالي الوزير، بذكر يجب أن تكون جزء من خطة شاملة. أكيد. ما فيني أدخل معك بتفاصيل الباد بانك، رغم أنه في الكثير من الأسئلة، من سيملك هذا الباد بانك، البنك اللي رح يحتوي على الأصول السيئة، شو رح ينعمل بهذه الأصول السيئة، هذا موضوع يجب أن نتركه جانبا. بس بموضوع إعادة الرسملة، الدكتور ناصر السعيدي عم يحكي أنه في جاب 25 مليار دولار تقريبا يجب سدها، هذه الفجوة التمويلية اللي يحتاج إليها القطاع المصرفي اللبناني. من وين بدنا نجيب هالأموال؟ حضرتك عم تقترح أنه المساهمين الحاليين يدخلوا بكاش انجكشن، مش واضح أنه عم يعملوها، عم يستعملوا تعبير المقدمات النقدية، مش عارفة إذا عم يعملوا كابيتال انكريز عبر أموالهم الخاصة، الاكتتاب بأموال إضافية. ثانيا بدك دعم دولي، كم ممكن أن يعطينا الاي ام اف، صندوق النقد الدولي؟ ثالثا هل ما تقترحه هو الايديا تبع قبرص، ما حصل بقبرص، المودعين الكبار تتحول ودائعهم لأسهم بالبنك، بس اجان وين الثريشولد، اي من هو المودع الكبير وكيف بنحمي صغار المودعين؟ مثل ما قلت يجب مثل ما ذكرت يجب أن يكون هناك سيكونسينج، يعني تراتبية بالموضوع. أول شيء خلينا نحدد الخسائر. إذا منطلع على الأرقام وميزانية المصارف ومنحدد الخسائر، مظبوط أنه رقم 20-15-20 برأيي، بس هيدا رقم يعني اليوم عم نطرحه، بس يجب أن نطرح أن ندرس الموضوع بطريقة مفصلة أكثر. ولكن لما منحدد هذه الخسائر وكيف وكمية إعادة الرسملة، يجب أن نتوجه أولا إلى المساهمين الحاليين لنشوف قديش ممكن يساهموا من الـ existing equity، يعني من الرسمال الحالي، وقديش ممكن يضخوا رساميل إضافية. تاني شيء يجب، أنا برأيي ما في مفر من مساعدة خارجية، مش بس للمصارف وكمان لمالية الدولة، للمشكلتين اللي عم نعاني فيهم ضمن إطار خطة شاملة. برجع بركز على موضوع الخطة الشاملة، وبس بآخر المطاف يجب أن نتوجه إلى المودعين الكبار لنرى إذا بعد في حاجة لاستخدام هاد المودعين الكبار ببيل إن، يعني أن يساهموا عبر جزء من ودائعهم، يمكن برسنتج أو نسبة صغيرة في إعادة الرسملة. أما برجع بأكد المودعين الصغار يجب أن يتم حمايتهم بالقانون.
على كل إذا ذكرت عم تحكي عن الفصل التراتبية ضرورية. إذا عم تحكي عن الفصل على كل المفروض يضلوا بالبنوك الجيدة وبالتالي ما يتعرضوا لأي عملية خسارة. عندي سؤال بعد قبل أن نختم المقابلة، هل برأيك نحن أمام ريستركتشرينج للدين إيمننت؟ يعني هل تعتقد أنه الآن سنرى إعادة هيكلة للديون اللبنانية؟ وما رأيك بفكرة السداد للحاملية السندات الأجنبية وإعادة الجدولة بين البنوك يعني محليا للحاملية السندات المحلية؟ بالمبدأ أنا أول شيء بالمبدأ نحن صرنا تقريبا سنة سنتين عم نعتمد بشكل يعني بس عم نعتمد على المصرف المركزي لتسديد الديون السيادية بالدولار، وهذا شيء غير صحي وغير سليم، خاصة أنه احتياط البنك المركزي ما شغلته أنه يسدد ديون الدولة بس شغلته أنه يحمي الاستيراد ويحمي العملة. إذن هذا الشيء بالمبدأ غير سليم. اليوم نحن يجب أن نعود إلى الأسواق وإلى الاستدانة بالأسواق بطريقة طبيعية. لنعمل هالشيء يجب على الدولة أن تطرح خطة مالية على استدامة الدين، يعني شو هي خدمة الدين المتوقعة من هلأ لكم سنة، وهل نحن قادرين على تسديد هالخدمة وعلى تسديد هيدا الدين اللي وصل لنسب غير صحية بالمرة. الأسواق تطلب منا أن نكون بخطة مالية واضحة، ما هي كلفة خدمة الدين التي نتوقعها من هلأ لثلاث سنين أو خمس سنين حتى تقبل ترجع الدين لها. هذا جزء بده يتطلب طبعا، يعني لازم نواجه الحقائق وما في نزوم للنكران، يتطلب إعادة جدولة أو معالجة لهالدين وتخفيض كلفته خاصة بالسنوات القادمة لنقنع الأسواق أنه نحن قادرين على تغطية هالدين حتى يقدروا يدعمونا. واليوم الأسعار السندات بالسوق اللي تدهورت بشكل يعني عنيف من ست أشهر لهلا أو حتى من سنة تعكس أنه الأسواق لا تتوقع أن تستطيع الدولة تسديد الدين بوضعه الحالي وأنه حيكون في هناك إعادة جدولة أو إعادة هيكلة. هلأ موضوع السواب اليوم هو جزء من ربح الوقت الذي يستمر، وأنا برأيي بأسرع وقت ممكن يجب الحكومة الجديدة أن تطرح خطة مالية حتى نتجنب هالحلول بالقطعة اللي هي لا تحل الوضع، بالعكس هي تقوم على حساب المصارف اللبنانية. شكرا جزيلا يعني المودع اللبناني بالنسبة. معالي الوزير عادل أفيوني، شكرا جزيلا لك.